المفروض لما يكون عندي ام مش هتقدر تعمل واحد الدورين. واحد يعاقب والتاني ايه يدي ثواب للطفل او يكافئه. واحد هيخرج الطفل بره البيت وواحد هيعتني بيه جوه البيت. عارفه انت في يعني بقى في تنوع في التربيه او حتى قدام الطفل. غير لما يكون عندي نموذج واحد بس جوه البيت وهو الام ليل ونهار الطفل شايفها. يجي الطفل لما يكبر هيروح المدرسه، هيروح الحضانه، هيشوف ابهات صحابه او زمايله، تاثير النفسي عليه بيبقى صعب جدا. ده بيظهر عندي فين؟ في مرحله المراهقه. يجي الطفل مش يكبر هيلاقي اي عاوز يعوض غياب الاب، هيعوضه بايه؟ لو بنت مشاكلها اكتر على فكره البنات. ليه بقى؟ البنت او يعني عشان سن البلوغ عندها متخيله الولد بيتأثر. لا البنات سن البلوغ عندها بدري شويه، فبالتالي بتعوض غياب الاب في ان هي ممكن اي شاب او اي حد ان هو يحاول ان هو يتعرف عليها بتجري عليه وتتعرف عليه، فده بيوقعني في مشاكل تانية خالص طبعا. انا في غنى عنها، علاقات بقى غير مشروعه او اي بقى حاجه من الحاجات اللي ممكن لا قدر الله البنات تتعرض ليها. ده حتى لو هي متربيه كويس جدا مع الام، لكن للاسف غياب الاب ده ميزان، انا بشوفه ميزان للشخصيه عند الطفل. الام والاب الاثنين مع بعض، عشان الشخصيه تكون شخصيه متكامله في جميع الجوانب لازم يكون عندي ام ويكون عندي اب. غياب احد الطرفين بيعمل عندي خلل في الشخصيه. طيب خليني كده اسالك اخر سؤال دكتوره وسام، انت يعني تنصحي ايه الام والاب ان هم يعملوا ايه عشان يطلعوا طفل قد نفسه قد المسؤولية يقدر يعتمد على نفسه ما يبقاش مستني مساعدة من حد؟ طيب خلينا أقول أول حاجة إن احنا ندي الثقة للطفل من بداية السنين الأولى من عمره في حرية الاختيار، نديله مساحة في إن هو يختار الحاجة اللي هو بيحبها. إن هو يتعلم من خلال المحاولة والخطأ. إن احنا كمان نديله مساحة في إن هو يتعامل مع المجتمع الخارجي، بلاش نقفل على أولادنا جوه البيت. نحاول نكون دايما طول الوقت داعمين ومعززين وتشجيع دائم ومستمر لكل الحاجات اللي الطفل بيعملها. مهم جدا. طب الفيديو اللي احنا شفناه ده يعني صح الأب كان عامله مع ابنه؟ جميل جدا طبعا. هو بيحصل عندنا بس يعني حاجات قليله كده، حاجات قليله بس مهمه جدا بجد الحاجات دي طبعا. بتفرق كتير طبعا. جدا مع الولاد طبعا، بتنمي عندهم الشخصيه اكيد. بيطلع بقى خلاص ولد يعني مش خايف من حاجه حواليه بالزبط. اكيد. نورتينا يا دكتوره وسام طبعا، كل مره احنا بنستمتع باللقاء معاكي. بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا الدكتوره وسام منير خبيره الاستشارات التربويه والنفسيه والعلاقات الاسريه. ان شاء الله لينا مواضيع ثانيه كتيره نتكلم فيها مع بعض. نورتينا، شكرا. وكده تكون خلصت فقرتنا، لكن حلقتنا لسه مكمله. خلوكم معانا، نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل باقي فقراتنا.